السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة علم أم يارا. اليوم غدا نحضروا بيني بطريقة اللي هي جد بسيطة وسهلة في التحضير. مكوناتها اللي هي اقتصادية جدا، موفرة في كل بيت، كيجيو أكثر من رائعين وناجحين 100%. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوهم، فعلا يستحقوا التجربة. ما تنساوش تشاركوا في القناة، اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك باش يوصلكم ما هو جديد. على بركة الله غدا ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو 335 مليلتر ديال الحليب يكون دافي، وكنحتاجو الخميرة ديال الخبز، كنحتاجو جوج بيضات كاملين، كنوضعوهم مع الخليط مباشرة، كنحتاجو الساشي ديال الفاني، وكنحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيده، وكنحتاجو نصف حامضه محكوكه، وكنزيدو الملح، وكنبداو كنخلطو الكل مزيان حتى كيندمجو لينا المكونات مع بعضياتهم. بعد ما خلطنا الكل كنزيدو الدقيق الابيض يكون نوع جيد ويكون مغربل، كنبقاو نزيدو بشويه بشويه تدريجيا حتى كنحصلو على عجينه كتكون متماسكه وكتلصق في اليدين. غادي نوريكم كيف كنحصلو عليها. بعد ما جمعنا العجينه، العجينه كتكون متماسكه وكتلصق في اليدين كما كتشاهدوا، كنبسطوها وكنوضعوا ليها 50 غرام ديال الزبده درجه حراره المطبخ. بعد ما وضعنا الزبده في العجين غادي نبداو نروليوها كما كتشاهدوا، غادي نبداو كندلكوها مزيان حتى كندخلوا الزبده في العجين وكتولي لنا العجينه لينه. هذا هو القوام اللي حصلنا عليها، كنحصلوا على عجينه لينه. دابا غادي نوضعها في اناء وكنخطيوها مزيان وكنخليوها حتى كيضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرت لينا رشينا القليل من الدقيق الابيض فوق طاوله العمل، وغادي نبداو كنبسطوها بهذه الطريقه كما كتشاهدوا، كنبسطوها مزيان عاد كنبداو كنطلقوها. بعد ما بسطناها في الاول غادي نطلقوها دابا بالمدلك، كنطلقوها واحد جوج سنتيم، دائما رشوا القليل من الدقيق الابيض باش ما تلصقش ليكم. بعد ما طلقتها كناخذوا قطع دائري كنغمسوا في الدقيق الابيض وكنبداو كنشكلوا في العجين.
بعد ما قطعناهم دوائر غادي نبداو نعملو ثقوب في الوسط كما كتشاهدوا بهالطريقه. بعد ما كملنا كنوضعوهم وكنخليوهم يخمروا. ناخذوا مقلاه كنوضعوا فيها الزيت وكنشعلوا النار تكون متوسطه وكنخليو حتى كي الزيت كيسخن مزيان وكنوضعوا البيني ديالنا كما كتشاهدوا. ملي كنوضعوهم مباشره كناخذوا ملعقه وكنوضعوا فوق من البيني الزيت باش كيجينا البيني كيجينا خاوي من الوسط وما شاربش الزيت وكيجي من فوق كما كتشاهدوا. كنبقى نعمل لهم هذه الطريقه صافي وكنخليهم حتى كيوجدوا لينا من الاسفل. ملي وجدوا لينا من الاسفل كنقلبوهم وكنخليهم يكملوا الطياب ديالهم. بعد ما وجدوا لينا البيني كنهزوهم كنوضعوهم مباشره في شبيكه باش كيتسقطروا لينا من الزيت. ملي كيتسقطروا كنوضعوهم في سكر سنيده للتزيين لكم الاختيار ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالهم. هذا هو الشكل النهائي ديال البيني اللي حضرت معكم اليوم بطريقه اللي هي جد رائعه وسهله في التحضير وبسيطه وكيجيو ما شاربينش الزيت وكيجيو رائعين وكيجيو رطبين وهائلين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم فعلا يستحقوا التجربه. ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي باقي ما مشاركش يشارك ودعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.